جولتنا بدأت من يريفان مع عائلة السيد عصام أبو الشباب. خرجنا من يريفان وتوجهنا إلى قرب جبال أرارات، ومن جبال أرارات توجهنا إلى كهف آريني، وتوقفنا في الطريق قرب بحيرة فاندريا وفي أماكن أخرى، والآن وصلنا إلى شلالات شاكل، أروع شلالات جمهورية أرمينيا. سواحنا اليوم بعد ما وصلنا إلى هذا المكان الرائع يرغب أن يستحموا تحت الشلال مباشرة. أوكي؟ مغامرة. مغامرة، المي بارد مثلج، لكن الأخ عصام مع ابنه ويدخلوا تحت الشلال. ابقوا معانا وتابعوا الفيديو إلى الآخر. شعورك؟ كان رائع رائع. ممتاز. بعد ذلك. صح. بس يعني إحساس طبعا. وين أصلا؟ جماعة استحموا تحت الشلال شاكر. وشعور أكثر من رائع. أقصى درجات الروعة. استبردوا المياه باردة لأنه مي شلال مخلوط ب مياه الثلوج الذائبة. نحن في شلال شاكر وأنتم مع أرارات السياحة. إن كنتم ترغبون بالمشاركة في هكذا مغامرات اتصلوا بنا على الرقم المعروض أسفل الشاشة. صديقكم هاي دانيال، أرارات السياحة في جمهورية أرمينيا.